تي استغفارته يا توبته بشي إحسانك بشي تقوضه بشي قفك بالود وليها ولن اسكتشري لها بشو إلهي أجو إلها كدبنا يعني بشن وتربية وهي كذا بيا ولقب سنة إسا ساس الربعين لقصور إلهي حمودي سنة سبحانه وتعالى كوي كفى إذا استينوا نقدو آيات كأنه كنت كني سين هراي وبلن قاضي أيان شعلة وحي رينا إنه سك حسوس إنه سورة دي هراي إنه كنت كني إنه وحي سورة التوبة وحي وحي إنه كلام بالله ونا سورة يونس عليه السلام ولا ليال آياتك توبة قرآنك قدام بيوي سورة التوبة سيدة دبا قرآنك النبي كسوة صلى الله عليه وسلم كي قدام بيوي سادة رادة حقائق بدن بي كوران طيائه وفشي لسي وصورة دا محالة دا صورة دي منافقين تا إلهي ودي بدأ أغسو ساري جل جلال منافق نمضو ولا بقى يبوت نفاق هداد مقشو ولا من نوع نفاق عملي اه هي النفاق عقدي اه نفاق عملي اه وهذا استصدتك مثلا قران بالاخريسا اما صدقت بالبحيسا اما ووحد ان اوغو بدن والنفاق عملي الا له عمل كاغيبا بري والله درتو ما سمين نفاقنا ونفاق عقدي او قلبك اه او قفكو الهي وكشكسين اما الهي وديدن يهو سن رميسنين با نبي او سن رميسنين صلى الله عليه وسلم كاس مركوا قال لهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا بد أن نفاق منا ما فعنا لكن ده منا واحد الكفر منا عمل كيبا كابر يود وايسا سورة الآد وحقوق ورنتي ويبنانك أسر سورة التوبة منافقين تي أقسام تودي حيالها اسم حد وحي قارين أي مساجد لسان يركين قائم سيه لا يهديك حد وحي قارين أي مساجد لسان منافقين تو سي لوغو شرقوله مؤمنين تا يا رسول صلى الله عليه وسلم صادر عدد با أرموه معها مسيمات مسمى مقعيضة با لكن وأتشيدد اللي قليه مسمىها معها وأتشيدد هارك اللي قليه مسجد وحلو بحي مسجد الدرار وشيران قالت دي بدا يكون قدها المنافقين تابا والله هالله وحال اللي يلي محاك كليئ ومحمد إنه قصو إستاقية وإن لقى الشكيين وحال اللي هو مساجد بس مساجد إنه رسيلة مسجد كون مقعابا لكن مسجد باها شرق والله دي إنه برامج كيلي نكوق بسنين إلهي باكا ورمي مسجد الضرار يعني أرمها الله كان الله سمي وصدح أرن أيو دي سنين إرصادا لمن حارب الله ورسوله كفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله قال لهم أي مساجك الله دي ومسدرا وتفريقا بين المؤمنين المؤمنين تقلقوا كلاك حيو تمعوا دي إيو أرور كودي يو وناقو دي يو اسكو دوبنان تودي لقوا كلاك حيانا وتيدد الله عصيه تصدحاتنا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إنو دفيس النقضة يقبض يقاشان عدو إله ما يلي كوكا لورقاتان إنما لغا شكية إمام مساجد هل مودة إنا حلق علمي عيسو شيئيان إنا خير وضان هذا نحو ما انتبه الله محاي سورة دوصو بندي قيسا انتاسو النوع وعمل كي منافقين تا ومنهم تاكو بدل وإن أي نسوتشينه مؤمنين توين أجدان إن لن نوليها عدو لن نوليها وكده حشره مقع عاجلة موقع عاجية إن هبلة لكن أنا كاتر سنة حمانت هذا وضع هدي وقت جي النبي صلى الله عليه وسلم منافقين تصدع الله جو الرمي ويصدع أبو بضناين ما أنت محمد ملاي قرن جو خير بضنا قرنت أيو الله كوا الرمي يا منافقين توين مساجد السيد ما أنت هالكل إسلام رأي ما أنت محام مسلمين تجاب جابيي ما حد يسكو ظهر كياني ما حد يسدعسيي ما حد ماذا حيسو صوري ومنافقين وين منافقين وين ما قاعدون تنا يش وحال كاد جاي لو أديك سدي من دي هاي
gobol kayba kugu jiray imaadan guuseen gudun yahay gobol kayba kugu jiray imaadan guuseen yaani gal dibadda ka jooga waxba kuma yeelan laakiin caalamul islaami waxa wadcigan maanta say u yaalaan u dhigay waa munaafiq laba arin markayan ka faa'iideysanayna ka koobaad waxa weeye inaynu adiga laftaadu aad ka taxadirto inaad kuwa ku biirto Umar ibn Khattab saxaabi loo oran jiray Hudayfa ayuu wuxuu ku oran jiray Hudayfa sirti nabigu hayay sallallahu alayhi wasallam nabiga wax badan shar mooyeen khayr baba weydiinay buur waligaa nabiga sallallahu alayhi wasallam marka sir badan buu hayay Hudayfa waxyaalaha uu weydiin jiray Umar waxa kamid walaal Ilaahay baan kugu dhaariyay nabigu ma igu daray munaafiqiinta Umar ibn Khattab ka baqayay inuu lagu daro munaafiqiinta ay munaafiqu waa wuxuu ku dhex jiraa dadka mu'miniinta ku dhex jiraa oo la nool yahay bal quraanku wuxuu sheegay inay tooxiidka ku dhawaaqayaan inay acmaal badan qabanayaan wax badan baa laga waran walaalayaal inaad naftaada qof walba u baqato oo camalkaaga ilaahay aad u ikhlaas aad uga dhigto ood qalbigaaga ilaahay aad u nadiifiso ilaahay qalbigaagu og yahay yaclamu khaa'inata al-a'yuni wama tukhfi as-sudur laabtaada wax ku sugan buu ilaahay og yahay jalla jalaal ay taladayda iyo nasiixadaydu tahay oon suuradan suuratu tawba ka faa'iideyna in qof walowba aad dib isu raajacdo dib iskugu noqoto qalbigaaga aad nadiifiso oo camalkaaga ilaahay aad u barax tirto oo tawxiidka aad qalbigaaga ma aragta ku raasuxo ku dadaashiso ugu raasuxo si dab a ugu fadhiisanla aayaadka aynu ku tukanay waxaa ka mid ah aayadda uu alla leh ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum iibbay suuraddan u sheegtay in mu'miniinta iyo ilaahay ay wax kala iibsadeen alla wuxuu yihi ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay wuxuu ka iibsaday mu'miniintii naftoodii iyo maalkoodii jannana wuu ugu bedelay macnaheedu waa maxay maalkaaga ilaahay uusan ka waayin goob uu ku yidhi ku bixi uu kaa iibsaday waad haysaa wakiil unbaad ogata naftaadana yuusan ka waayin ilaahay meeluu ku yidhi ha lagaa helo lianna waad ka iibisay jalla jalaalu maalkaaga yuusan ku arkin alle meeluu u diiday meeluu u diiday uusan alle raalli ka ahayn maalkaaga yuusan ku arkin adoo ku bixinay adoo ku fangaraynay adoo la garab taagan lianna adigu waad iibisay ilaahay baad ka iibisay jalla jalaalu naftaadana yuusan ku arkin ilaahay meeluusan raalli ka ahayn lianna waad ka iibisay alle jalla jalaalu aayaddaas aad bay arrin muhiim ah inagu baraarujinaysa bianna lahum aljanna labadii agteenna ugu qaalisan waa nafta iyo maalka naftaada iyo maalkaan hataa soomaalidu tiraa naf iyo lix jeclo mar bay wada baxaan labadiiba ilaahay baynu ka iibinay ilaahay xaggiisa iibka ka dhaqon maayo jalla jalaalu mar hadduu kaa iibiyey jannadii xaggiisa noqod ma yaallo ina allaha laa yukhlifu lmiicaad laakiin innagaa noqod badan uu inagu jira reefas badan baa inagu jira wax badan oo qalqalooca inagu jira aynsa saxno sideed sifo mise sagaal sifo ayuu ilaahay aayaddeedna ku tilmaamay inay dagaalamayaan iyo naftooda iyo maalkooda ku dagaalamayaan kadib التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله سقال صفو أي إله مؤمنين تئيبك كر شاقي وكت المام صفة كلنا واته الرئيسة يقاتلون في سبيل الله طبعا كاسفو وإذا قال لما يان نفي مال ويهور يان عدو أنا ويسكع ليان بألي كويس ديبا ما taa marka laga soo bilaabo sagaal kale oo aayadan kale ku jira toban kaasi fu ilaahay ku tilmaamay kuwa iibkooda ka run sheega ataa'ibuun waa kuwa toobad keen badan tiri adiguba alcaabiduun waa kuwa cibaado badan asaa'ixuun waa kuwa soon badan arraakicuun waa kuwa rukuuc badan yacni way tukadaan salaaday u dadaalaan arraakic jamac baa laga dhigay wuxuu dhan oo dad isku duuban oo isku nooc ah arraakicuun asaajiduun waa kuwa sujuud badan marka salaadiiba iyo rukuucdii sujuuddiiba ku wada jirta macnaheedu waa maxay waa muhiimadda ay leedahay salaadii labadan ruknina cajiib wey jilbaha la qabsaday iyo wejiga waa addoonnimaa la muujinaya
وخضوع يخشوع وي وايسدول ديك دا مايستران marka jilbaha qabsato waa ilaah baad soo dhiibtay jalla jalaal wajiga dulka dhigtay xubinti jirkaagu sharaf badnayd ayad ilaahay dirtay dulka u dhigtay arraki'una saajidun marka wala kala tiri arraki'una saajidun bahal leedi الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف مركي نفتو دي اي كود دالين داتكي كماين هارين اي داتكي نوا كود دالين وحي واناكسين داتكا ووش اغان وحي وحنا ويكار ريبا اني دوبا لو دا ساري ما هاينا ترالا انو الحمد لله وردقا يقنو راتب تيدو اي سعطا عصر كينا قرقا يقنو انسكا فارستان مساجد كانوا وانقلا مايا نفتا دا كليا مسؤول كمتين الآمرون بالمعروف وكوة وناجد دتك وشاجة والناهون على المنكر وححنا ويديدا ودتك ويكرّي بعد كتشوتيا محل جوسو جنادى الآمرون بالمعروف والناهون على المنكر والحافظون لحدود الله إلهي حدود سائل عليان مجلان إلهي سير وحدي سير رسوله سوقل سكيل عليه مالك أبونا يوسف سوقلين نفتادون اينا سوغل اوحو الهي نودي ذا محارمتا اينا حارانت مي والحافظون لحدود الله محال قسو قبق بي وبشر المؤمنين بوالي كواسا مؤمنين تي ضبطا هاي وبشاري النبي محمد صلى الله عليه وسلم الهي نقدر آمين ده الهي كوا ايبك كرن شيغي صفات كالي الله ينقدر جزاكم الله خير أدبدو مهات سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Somaliland dhamaantii subaxdii iftiinta soo gashay sirradka iyo internetu sida toosuuqyada magaalada ganacsiga Soomaaliya sixirada asaarta iyo sarifka dhaxyaala waxay saartaystaan internet ilaa cusuga nambar qoragoon haddii ganacsigaagu korayo khubarada dunida sharci aad la galin wadan kale aad oo tagi kharashkaaga bixin baad internet adeegsan oo soo gashaa awood badan fiberkeedu sax yahay ganacsigana uu gaar yahay waxaa ma marmay guriga iyo arrinta iyo madadaaladooda markastaba muhiim ah markay soo gasho helaan bay muhabbada mabsuudaan maankaaga galiyo internet ha moogan gurigaaga soo gelo wireless speed badan fiber kuna ku xidhan yahay la xiriir dadkaaga oo caalamka la jaanqaad wifi awood badan daraar iyo habeenkii haduu isticmaalkaagu badan yahay datadiisa xadid ma la mashquuliyo dhammaad ma leh warqadaha guud ma leh dad gaadhi suuqyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba suuba isgaarsiin gurigaaga baahnaa router kugu xidheeno hawadaada keento kuma tiri wifi gaaga furo isticmaal la dabadeed hotspot speedrun soo gasho shirkadda kubada Soomaaliland oo gaaminaysa isgaarsiinta internetka fiber optic ka ganacsiga iyo ka guriga iyo dhammaan baadigada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo fiberka wax ku maro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba tayadu waa awoode